في شركة توتال نتعامل مع جميع أنواع الطاقة عالمياً، وقطعاً الطاقة الشمسية جزء من كل هذا، وهي لن تتنافس مع النفط والغاز، بل ستكون طاقة مكملة لهما. ودول الخليج بصفة خاصة تنعم بكم كبير من الشمس، ومن الطبيعي وجود استراتيجية تتعلق بالطاقة الشمسية في هذه المنطقة. ما هي المشروعات الجديدة مع حكومة الإمارات؟ وهل تمكنكم من توقيع أي مشروع جديد؟ منذ عامين تم توقيع مشروع شمس مع مصدر للقيام بأكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وفوق ذلك قمنا بتوفير ألواح ضوئية لمصدر لإنتاج الكهرباء، وبالتالي هناك علاقتين مع مصدر لتوفير الطاقة الشمسية. مشروع مصدر وشمس يقدر ب100 ميجا واط، وهو الأكبر في العالم، ويقدر بحوالي 700 مليون دولار، ومن المنتظر إطلاقه في أي وقت من الآن. توتال من المساهمين بحصة تقدر ب20% مع مصدر التي تمتلك الحصة الأكبر، كما أننا نقوم بإدارة المشروع تحت إشراف إدارة مصدر.